حد يموت وعايزين مصر تبقى وتعيش والتمن يقل بالتأكيد. يعني ما فيش شك انه الحدثين النهارده هزوا كياننا كلنا، ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم. احنا وطن واحد، شعب واحد. انا مش شايف مبنى واحد، عماره واحده مصنفه. جاري مين واللي جنبي مين واللي فوق تحت مين، اختلطنا وعشنا مع بعض طول حياتنا. ويمكن واحنا صغيرين كان حريتنا اكبر بكتير من كده. ما كناش نعرف معنى يعني ايه مسلم في الجامع ومسيحي في الكنيسه. نتزاور مع بعض. ما كانش فيه هذه الفواصل اللي خلقها العدو، لانه هو مش موجه للمسيحيين، ده موجه للدوله. هذا التوجه موجه للدوله. يعني بيبين انه احنا اقوى من الدوله. لا طبعا الدوله اقوى وستظل اقوى. ونتعلم من الدروس، صحيح الدروس قاسيه والدروس تكلفتها عاليه، لكن انا ارجو انه الحدث ما يتكررش. ولابد ان نتضامن معا ونقف في مواجهه العدوان. انا بعتقد انه بدايه، يمكن خبرتي تطفو على السطح، يبدا من التعليم. يبدا من التعليم ومناهجه. وانا اتكلمت في اكثر من مناسبه، اتكلمت في مشايخ الازهر، اتكلمت مع فضيله الامام كثيرا عن المناهج التي تدرس. في مناهج بتدعو الى التطرف، في مناهج بتنفي الاخر، في مناهج طفل ما شافش حد مخالف ليه ابدا، تعلم في مدرسه من الحضانه حتى الجامعه لم يرى مخالف له في الدين. لان نظام التعليم هذا النظام شريحه مستقله تبدا من الحضانه حتى الجامعه وحتى الماجستير وحتى الدكتوراه بفروعها في كل جمهوريه، تعليم مختلف. يعني انا بعذر الشخص اللي ما شافش واحد مخالف ليه، ما شافهوش، ما تعاملش معاه لغايه ما بقي دكتور وبقي مهندس وبقي محامي وبقي وبقي، وهو لم يعرف الاخر في المجتمع. هو ليه اخر وليه خلاف؟ الدين لله يعني. لا ما عملت شريحتين. حضرتك عملت شريحتين، شريحه تتجه اتجاه معين من البدايه، شريحه معينه. انا اخر بالنسبه لي طبعا، هو فيبقى مهيئ ان هو يتلقى اي خطاب للكراهيه. طبعا هو لم يعرف احد غيره، ما شافش حد غيره. يعني انا في حياتي التعليميه انا كنت ارفض اخلي اجعل المسيحيين في فصل والمسلمين في صف، يمكن يوفر ماليا انه حصه الدين يبقى يتجمعوا مع بعض. لا، هقول لو ولدين هخلي كل ولد في فصل عشان يعرف مين التاني، عشان يطلعوا مع بعض. لكن كوني اعزل طبقه من المجتمع تتعلم من الحضانه للجامعه لم يختلط بانسان. واجب بعد كده المناهج عايزه تتغربل وتتفرز ويعاد صياغتها اللي بتحض على الكراهيه وتحض على رفض الاخر. تشييع جثمان الشهيد المقدم عماد الركيبي، طبعا اللي منع دخول الانتحاري في كنيسه المرقسيه بالاسكندريه. يعني انت قدامك في اللي بيضحي بروحه، مش بيقول انا هنا بامن كنيسه فده الاخر بالنسبه لي، انا ما ضحيش بنفسي، ده واجب، ده مصري، انا بضحي بنفسي، انا شهيد عند ربنا في سبيل انه الناس تعيش. يعني في عندك في المقابل في رسائل ايجابيه. ده صحيح، نتألم من اجل هذا الشخص اللي واقف يؤدي واجبه ويروح ضحيه الواجب اللي بيأديه. طبعا يؤلمنا كثيرا، لكن كيف نهذب، نعلم اطفالنا كيف يعرفوا الاخر، كيف ينقي مناهجنا الرافضه. طيب. هناك مناهج رافضه للاخر. خلينا نرجع